باشرت وزارة الصناعة هذا الأسبوع سلسلة لقاءات مع المتعاملين الوطنيين الناشطين في مجال الدراجات والدراجات النارية والجرارات الفلاحية والجرارات الصناعية والشاحنات والشاحنات نصف المقطورات والحافلات لمناقشة نسبة الإدماج المنتظرة في دفاتر الشروط المرتقب الإفراج عنها في غضون 3 أشهر، في حين فضلت الوزارة التفاوض في ملف السيارات السياحية والنفعية مباشرة مع المنتجين العالميين قبل استقطابهم للسوق الوطنية، في حين لا يزال دفتر الشروط استيراد السيارات قيد المراجعة والتعديل لحد اليوم ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي. سلام.